قبل نحو نصف قرن لم تكن المملكة العربية السعودية كما هي عليه اليوم من ازدهار اقتصادي كبير. فوراء العديد من المشاريع الرئيسية التي جعلت المملكة كما تبدو اليوم، كانت هناك عقول بارعة لا نراها تنظم وتخطط لبناء العديد من الشركات الضخمة وتسهم في بناء أخريات بطرق شتى. فعلى مدى 50 عاماً الماضية، كان الشيخ أحمد زكي يماني صديقاً مقرباً للرؤساء والمشاهير، وكان شخصية معروفة عالمياً، حيث إن اسمه أصبح مرتبطاً بسنوات الازدهار الأولى للمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإن ذلك هو فقط الشخصية العامة للشيخ أحمد وأحد جوانب شخصية هذا الرجل، ولكن العديد من إنجازاته الكبيرة كانت وراء الكواليس. هذه الليلة نحن لا نحتفل بهذه الشخصية ومنجزاتها بقدر ما نحتفل بما خلده من عراقة تكمن في مكتب أحمد زكي يماني، محامون ومستشارون قانونيون. أنا أعتبر أنه برنامج ومشروع تحويل مؤسسة محمد بن لادن إلى شركة محمد بن لادن ذات مسؤولية محدودة بشركائها الجدد كان من المشاريع الهامة جدا، وأنا شخصيا عايشتها مع المستشار الأستاذ إسماعيل حسين. والحقيقة بذل مكتب الشيخ أحمد زكي في ذلك الفترة جهد كبير في عمل عقد تأسيس متكامل يزيد عن 35 صفحة، شمل فيه حفظ الحقوق للورثة. والحمد لله بعد وقت وتنسيق مع كتابة العدل تم إجراء التحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. مكتب أحمد زكي يماني، وأحمد زكي يماني شخصيا يعتبر من أعلام هذه البلاد في هذا المجال، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعينه ويمد في عمره وأن يجعله قدوة، لأننا فعلا كنا ننظر إليه عندما كنا نطلع على أبحاثه ودراساته والتأصيل الشرعي الذي كان يؤصل به المبادئ القانونية. كنا نفخر بوجود شاب سعودي لديه هذا الفهم وهذا الحس. نرجو الله له التوفيق والاستمرار، ولا شك أنه عندما ترك الخدمة الحكومية استمر في خدمة العلم من خلال الدوريات والإصدارات والتأليف، وأرجو الله دوام التوفيق وأرجو لمكتبه الاستمرار. أشعر أنه تهيأت له من شخصية عام النجاح، فلما عاد إلى المملكة بالإضافة إلى الوظيفة فكر في فتح مكتب محاماة، وهنا كان رائدا حيث كان هذا المكتب للمحاماة والاستشارات القانونية أول مكتب نظامي يفتح في المملكة. أحمد زكي يماني كان يفتخر بأنه محامي ومستشار قانوني أكثر مما كان يفتخر بأنه كان وزير. كنت أزوره في بيته في مكة، في طريق مكة في جدة. هو طبعا كان وزير دولة وكان وزير بترول، ولكن اللوحة النحاسية التي على المنزل مكتوب فيها أحمد زكي يماني المحامي. وبالنسبة للبعض من أصدقائه، لم يكن أحمد زكي يماني زميل دراسة فحسب، بل كان صديقا وفيا. في أيام الدراسة كانت هناك عطلة سنوية كنا نقضيها أحيانا، بعضنا يعني كان يقضيها في الطائف، وكنا نطلع إلى الطائف على سطح سيارة تسمى سيارة البريد، وسيارة البريد هذه كان يقودها السيد حسن حريري أو السيد القرى. فكنا نكون في السطح نتمايل مع السيارة وتطوحنا يمينا وشمالا،
ولكن كان زكي يماني من ذكائه ينفح السائق بعض الهللات ليضمنه المكان المخصص لمساعد السائق، جانب السائق في المقدمة، يعني في مقدمة السيارة، فكان بذلك يعني يريح ظهره قليلا يعني في البريد. ونحن نستمر وهو يستهوي أيضا الاستمرار، يرجع يصعد إلينا ثاني مرة ونبدأ نغني مع بعض، نغني أغاني لمحمد عبد الوهاب أو أغاني محلية بلدية يعني، كنا في عالم آخر يعني. وبالنسبة لآخرين كان يمثل قدوة يحتذى بها. كنت أنظر إليك قدوة. كانت هناك عندنا مسامرات أدبية يوم الخميس في مدرسة تحضير البعثات، وكان هو أحد نشطائها، فمن هنا بدأ إعجابي بي وكنت أتمنى أن أكون مثله. تلاقينا ولكن لم تنشأ صداقة خوية بعد، فغادر هو إلى القاهرة بعد أن تخرج من تحضير البعثات، ودخل في كلية الحقوق. قبل 50 عاماً حصلت على شهادة التوجيهية في ذلك الوقت، شهادة إتمام الدراسة الثانوية، وذهبت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كنت أتوق أن ألتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الكلية التي تخرج منها الشيخ، فكنت أتوق في ذلك الوقت، فذهبت إلى معاليه في ولم يكن صاحب المعالي، وإنما كان سعادة الأستاذ أحمد زكي يماني المستشار القانوني لمجلس الوزراء، لأحصل منه على توصية بالالتحاق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ولكن لم يتم ذلك إلا بعد سنوات عديدة، وكان الشيخ يتابع يعني الشيخ النبيل هذا يتابع الأمور بمادة مادة وسنة بعد أخرى، إلى أن تخرجت من كلية الحقوق في جامعة القاهرة وأنا أعمل في وظيفتي. وقد كان مكتب أحمد زكي يماني شريكاً في مسيرة نجاح العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية. وبعد مرور 30 عام من ممارستي للعمل، أحب أن أشكر مكتب الشيخ أحمد زكي يماني على جميع الجهود يلي بذلها لخدمة وللخدمات الذي قام فيها لمؤسسة محمد بن لادن. فالمعرفة حصلت أوتوماتيكياً لأن العلاقة كانت قائمة. هو يدلك أنه مكتب أحمد زكي يماني للمحاماة ما زلنا نتعامل معه بعد أكثر من 50 عاما من التعامل، فهذا يدلك على نجاح المكتب، ومن الوالد إلى الابن، وأن ما زلنا يعني نتعامل بكل ثقة وبكل قوة مع المكتب، فهذا يدلك على إنجاح على نجاح المكتب وأعماله، في خاصة في هذه الأيام اللي فيها منافسة قوية بين جميع مكاتب المحاماة، وكما تعلمون أنه كل شركات المحاماة العالمية صارت موجودة هنا في المملكة. كما كان لمكتب أحمد زكي يماني محامون ومستشارون قانونيون دوراً بارزاً في تأهيل المحاميات السعوديات من خلال فتح أول قسم خاص لهن بمكتبه. ما في شك أنه القسم النسائي قسم هام جداً، والمرأة والنساء هما نصف المجتمع، كون المكتب توجه بعمل هذه الخدمة ما في شك أنها نقلة نوعية وهامة، والمجتمع بحاجة إلى هذا الشيء، وأعتقد أنه كذلك المكتب على علمي نسق مع كلية دار الحكمة
للتعاون في عمل برامج لتدريس النساء على للعمل في المكتب ما في شك يشكروا، واهتمامهم بهذه المبادرة يعني تسجل في سجل هذا المكتب، ونحن يعني نأيد ذلك لأنه هذا شيء لابد منه. الحقيقة أنا لم أفاجئ بأنه مكتب أحمد زكي يماني المحاماة أضاف إلى 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 الاستاف عنده عدد من المستشارات القانونيات السعوديات. أنا لم أستغرب هذا، وأعتبر هذه يعني إضافة جميلة وجيدة، ولكنها كان ينبغي أن تكون، كان ينبغي أن تكون. لابد أن نواكب العصر، لابد أن نتيح الفرصة لبناتنا وأخواتنا المؤهلات في هذا الحق، في هذا الحقل، أن 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 يشقوا طريقهم وأن يثبتوا وجودهم وأن يخدموا يعني هذا الوطن الذي أتاح لهم الفرصة للدراسة في هذا المجال. فهذا يعني يعتبر يعني الحمد لله نجاح منقطع النظير، وكذلك يدل على إنه العمل اللي قمنا به جميعا، ولهم هما المكتب لهم السبق في هذا الشيء، وإن شاء الله في ميزان حسناتهم جميعا وفي ميزان حسنات الشيخ أحمد اللي هو صديق عزيز علينا جميعا وصديق لوالدي رحمة الله عليه حسن عبد الله القرشي. وأتمنى لهم جميعا يعني صدق العمل ليؤتى إن شاء الله بأجل المردود عند الله سبحانه وتعالى، وفي المجتمع إن شاء الله يجدوا صداه بإذن الله قريبا جدا. وشكرا. العالم العربي مليان بمحاميات، ومليان حتى بنواب رؤساء في محاكم عليا يعني مثلا، فليه المرأة السعودية ما تكون محامية وتكون كما تريد يعني تشارك في النشاط بكل قوة؟ فيعني ما بدي أقول أنا الأوان لمثل هذا العمل الريادي اللي اتخذه برضو مكتب الشيخ أحمد زكي يماني، فالأوان كان من قبل كده. فلا شك إنه يعني حاجة خطوة ريادية تسعد الإنسان الوطني. دعمه للعنصر النسائي في مجال المحاماة والاستشارات القانونية موقف قوي منه وبعده كبير، وإن شاء الله هيحقق نتائج كويسة للأخوات المستشاريات المستشارات القانونية عندهم في المكتب والمجتمع بصفة عامة إن شاء الله. وبعد هذه المسيرة الطويلة فإننا نحتفل اليوم بخمسين عاماً من العراقة والتجدد. لولا الكفاءات إلا والنتائج الإيجابية إلا بيصدرها مكتب الشيخ أحمد ما استمر الفترة هذه الطويلة. 50 سنة في عمر الإنسان كثير كثير، في عمر أي مؤسسة يعني فترة طويلة جدا، ووصل إلى زي ما يقول لك اليوبيل الذهبي، وإن شاء الله ربنا يطوله طولة العمر يصير يصل إلى اليوبيل إيش يسمونه الماسي. فأنا أعتقد إنه أرجو إنهم يستمروا على الخدمات المخلصة اللي بيقدموها لزبائنهم حتى تستمر يستمر المكتب في مساهمته في في النهوض من الناحية القانونية اللي احتاجها القطاع التجاري والقطاع العملي في 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 المملكة العربية السعودية. الكلمة هي توجه لمعالي الشيخ أحمد زكي يماني، كلمة مباركة وتهنئة بالاستمرارية الطويلة اللي كتبها الله لهذا المكتب منذ أن أسسه من أكثر من 50 عام، وأتمنى له المزيد من النجاح والازدهار، وأتمنى
لكل العاملين فيه التوفيق والنجاح. والله نتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنى لهم نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح الدائم للخمسين سنة القادمة، لما نحتفل إن شاء الله، إن كان الله أعطانا العمر بالخمسين سنة القادمة حتى تصير مية سنة وما بعد إن شاء الله. هم ماشيين في خطاه مضبوطة الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى والشيخ أحمد زكي وأولاده. في الواقع يعني مثل هذا المكتب يستحق النجاح، ليس فقط في مجاله وإنما في كل المجالات ذات الطبيعة القانونية والشرعية، وأتمنى له كل سعادة وكل والمزيد من التوفيق. أحب أحيي الشيخ زكي يماني وأرجو له الصحة إن شاء الله والعافية، وأن يمد في عمره ويستمر يدعم مكتب. ولا شك أنه فيصل موجود، ولكن وجود الشيخ زكي كموجه وكقائد لهذا المكتب لا شك أنه شيء مطلوب دائما. مزيدا من التوفيق ومزيدا من الشكر والتقدير لهذا المكتب على جميع ما بذله، ونحن واثقين بأنه هذا المكتب بمبادراته يلي قام فيها وما يستجد في المستقبل من موضوع منظمة التجارة العالمية والانفتاح للعالم، فكلها خطوات مباركة ونتمنى لهم كل توفيق إن شاء الله. ونحن اليوم نحتفل بمناسبة مرور أكثر من 50 عاما على ذكرى إنشاء أحد أعرق مؤسسات القطاع الخاص الوطنية بالمملكة العربية السعودية، مكتب أحمد زكي يماني، محامون ومستشارون قانونيون على يد أحد أوائل الخريجين العرب من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، معالي الشيخ أحمد زكي يماني. يسرني ويشرفني أن أتقدم لمعاليه بأسماء التهنئة والتبريك على هذا الإنجاز الذي هو ضمن إنجازات معاليه العديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوالد العزيز معالي الشيخ أحمد زكي يماني، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يمدكم بالصحة والعافية. يسعدني معالي الشيخ أن أهنئكم بهذه المناسبة العزيزة والتي كنت أتمنى أن أشارككم إياها، كما يطيب لي أن أهنئ أخي العزيز الأستاذ فيصل أحمد زكي يماني وجميع الإخوة والأخوات الزملاء والزميلات في مكتب جدة ومكتب الرياض ومكتب البحرين، وأسأل الله لهذا المكتب النجاح والتوفيق والسداد دائما، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، محبكم محمد باروم. بمناسبة مرور أكثر من 50 عاما على إنشاء المكتب، تقدم بحار التهنئة لمعالي الشيخ ولكافة منسوبي المكتب وبفروعه المختلفة بأحر التهنئة، وكل عام وهم بخير ومزيدا من التطور والرقي والتقدم. بمناسبة مرور أكثر من 50 عام على تأسيس مجموعة مكاتب أحمد زكي يماني، محامون ومستشارون قانونيون، فإنه يشرفني بأن أكون أحد أعضاء هذا المكتب في عامه 50، كما يسعدني ومن مقر دراستي في بريطانيا بأن أقدم تهنئتي لمعالي الشيخ أحمد زكي يماني ولسعادة الأستاذ فيصل بن أحمد زكي يماني على ما قدماه من جهود ملموسة للحفاظ على استمرارية هذا الكيان القانوني بما يحقق مفهومي العراقة والتجديد، متمنيا للجميع دوام التقدم والنجاح. بهذه المناسبة السعيدة يسعدني أني أتقدم إلى كافة أعضاء مكتب أحمد زكي يماني وعلى رأسهم معالي الشيخ أحمد زكي يماني بتهنئتهم بمرور أكثر من 50 عاما على تأسيس المكتب، وأتمنى لهم مزيدا من الرقي والتقدم بإذن الله. تهانينا الحارة لمعالي الشيخ أحمد زكي يماني بمرور 50 عاما
من العطاء والتجدد لمكتبكم العريق مكتب أحمد زكي يماني محامون ومستشارون قانونيون. ألف ألف مبروك. مبروك لكم معالي الشيخ، مبروك منسوبي المكتب. بمناسبة مرور أكثر من 50 عام، أتوجه لمعالي الشيخ أحمد زكي يماني بالتهنئة على مرور 50 عاما على تأسيس مكاتب أحمد زكي يماني، متمنية لمعاليه المزيد من العطاء والعمر المديد بإذن الله. هنيئا لك معالي الشيخ أحمد زكي يماني ولزملائي في المكتب على مرور 50 عاما على افتتاح هذه المنظومة التي تعد من أكبر مكاتب المحاماة في المملكة. والدي الحبيب، إني أعتز أن أكون طرفا صغيرا لهذا المكتب العريق الذي هو رمز لبدايات حياتك العملية في مجال المحاماة، وأنا اليوم أخطو خطاك. أسأل الله أن يلهمني عزيمتك ويخلد في طاعته. معالي الشيخ أحمد زكي يماني، تحية طيبة وأطال الله في عمرك وأنعم عليك بالصحة والعافية. ولا يسعني في هذه المناسبة العطرة إلا أن أقول كأنما أمة في شخصك اجتمعت وأنت وحدك في صحرائها المطر، وألف ألف مبروك العقد الخامس لمكتب المحاماة. معالي الشيخ أحمد زكي يماني سيد الكلمة، يشهد له العظماء في بلده وفي بلاد العالم، فهو الأستاذ في مهنته بدون منازع والإنسان في مواقفه. وفي هذه المناسبة العظيمة يسعدني أن أقول ألف مبروك بمرور 50 عام. معالي الشيخ أحمد زكي يماني، فهو قبل أن يكون محامياً هو محامياً للكلمة، محامياً للموقف، محامياً للمبدأ، فهو عظيماً واقفاً في محراب العدالة. نحن نفتخر به رجلاً وطنياً ذا إرادة وإنساناً كبيراً صاحب عقيدة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسبغ عليك الصحة والقوة لإكمال مسيرتك بنفاذ بصيرتك وقوة إرادتك وعظيم شكيمتك إن شاء الله. معالي الشيخ صاحب الشخصية التي لها وزنها بمواقفها الدولية التي تعرف عن حالها وتحدث عن ذاتها بالدفاع عن الحقوق والالتزام بالمبادئ، بمناسبة مرور 50 عام أنتهز هذه الفرصة لأهنئ معاليكم وأتمنى لكم التوفيق والسداد. مبروك معالي الشيخ على مرور 50 عاما افتتاح المكتب. مبروك معالي الشيخ على مرور 50 عاما على افتتاح المكتب. مكتب أحمد زكي يمان، محامون ومستشارون قانونيون، 50 عاما من العراقة والتجدد.